ورحمة الله وبركاته. يا جمالك يا محرز هدوء أعصابك وهدوءك وعدم أنانيتك. النهاردة عايز أكلمكم دلوقتي على الأهداف. الأهداف، الهدف الأولاني قد إيه لما يبقى عندك في الفريق لاعب موهوب، لاعب بيسجل، لاعب بقاله أكتر من 10 أيام تقريبا الصحف الإنجليزية ما بتتكلمش إلا على رياض محرز. فبتيجي الفرق لما تيجي تلعب بقى زي النهاردة ولفرهامبتون وهي بتلاعب السيتي، في ناس بتروح تمسك محرز، فالزحمة اللي بتروح على محرز دي انت بتوسع لزمايلك. محرز في ماتش الاخير مع توتنهام عمل بدماغه هدف كان ممكن يعملها في الجول، عملها مضمونة لهالاند يجيبها. النهاردة عمل واحدة زيها بالظبط. بس انا عايز اكلمكم على الهدف الاولاني. الهدف الاولاني لما اتلعبت لرياض محرز، في واحد هيخش على رياض محرز، لا عشان قيمة رياض محرز كبيرة وكله عارف كده، واحد تاني من المدافعين راح تاني، بقى اتنين بيضغطوا على رياض، وفي واحد تالت وراهم بمسافة على اساس لو رياض هيعدي. فدلوقتي شغل معاه تلات مدافعين، فادى مساحة للمهاجمين، فهالاند ما بقاش فيه عنده ازمة. لما محرز رجعها لديبروين، ديبروين رفعها، بقى فيه تلات مدافعين جريوا على محرز، خدوا الـ يعني خد عينيهم راحت على محرز، محرز خد تركيزهم، خدهم معاه، فهالاند بسهوله راح مسجل. ايه الجمال ده؟ بعديها على طول او الشوط الثاني هدف هالاند اتقطعت ومحرز هو اللي غلط الحارس. محرز لو كان راح المدافع ده كان الحارس هيلعبها كده، محرز لو كان راح خالص كده كان هيلعبها كده، محرز وقف في النص فلخبط المدافع فتلخبطه فجت لمحرز. محرز كان ممكن يحطها، وكل يقول لك ايه احنا ما يا يقول لك معلش عايز يجيب جون بقى احنا كسبانين، اي واحد مكانه يقول لك احنا كسبانين هشوطها في الجون. لا، عمل الصح، عمل الفايده للفريق، راح حطها لهالاند عشان يسجل تاني. حتى بعد المباراه هالاند اول ما الحكم صفر صار راح لمحرز ليه؟ لان عارف قيمه محرز، عمل له هدف الماتش اللي فات وعمل له هدف، انت عارف بيعمل له هدف ايه؟ جون فاضي بيقول له جيت سجل. محرز رائع، محرز ليه دور كبير جدا، والنهارده سجل هدف جميل برضه بيشيلها من فوق الجون، لكن للاسف كان يعني سنه صغيره تسلل. بالتوفيق دايما ان شاء الله، ادعمونا واعمل لايك. شكرا.